لكم التحية في كل مكان. ده كان التكس، التكس فاتح بيوت يا جماعة، التكس علم ناس وربى أجيال من خلال العمل فيه لسنوات طوال. السودان وجمال السودان أجمل بقعة في بقاع من شرق السودان، تحديدا هي منطقة أركويت. وأركويت، وما أدراك ما أركويت، هذه المنطقة اللي بتتميز بحاجات تختلف من أي مدينة أخرى. أول حاجة بتلاحظها في هذه المدينة إنه الطقس معتدل طول العام. أركويت فيها جبل الست، موقع الأركويت الاستراتيجي يؤهلها بأنها تكون المدينة السياحية، إذا ما كانت الأولى تكون الثانية، إذا افترضنا أن جبل مرة هي الأولى برضو لاختلافها. هي دعوة للناس كلهم إنه يشوفوا أركويت ويزوروا أركويت ويقضوا إجازة في أركويت. الدولة عليها أن تهتم بهذه المنطقة بتوفير الخدمات على الأقل، شبكة لكهرباء لمطاعم لفنادق. مفترض يتم الاهتمام بهذه المدينة الجميلة أركويت. ونعود نتواصل. هي أركويت، الأرض البكر بأمنيات المستقبل، الماضي الذي لا تتجاوزه ذاكرة التاريخ، حاضر يحفظ لصاحب هذا الضريح عثمان دقنة بسالته في كسر المربع الإنجليزي في معارك التيب والتامعي، ومبان نقشت برغبة الحاكم العام الإنجليزي آنذاك وهو يحكم السودان من حيث يأتيه الهواء الطلق. ترتفع منطقة أركويت 3000 قدم فوق سطح البحر، وهو ما أعطاها مناخا يتذوق فيه الناس طعم العافية ويتأملون الطبيعة على امتداد الأفق، فبين طيورها وأشجارها ومائها ورملها يحكي الأطفال أحاج الكبار. عرف المجاذيب هنا بنار القرآن المتقدة، يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم، مما جعلهم محل تقدير واحترام، حتى إن مدافن موتاهم تجد من الاهتمام والرعاية ما يجعلها مزارا للناس عرفانا بجميلهم. أركويت معروف عنها تميزها المناخي الذي يمكن من زراعة كافة أشجار الفاكهة كالرمان والتفاح والعنب وكذلك الخضروات بأنواعها، فهي أرض صالحة لبقاء الناس إذا توفرت العزائم والمياه. أركويت مأهولة بأشجار الزقوم الأخضر على الدوام، ومنه تبنى أغلب المساكن، فضلا عن أشجار الأراك التي تستخدم في نظافة الأسنان، وجميعها مقومات للسياحة تجعل الزائرين إلى هذه المنطقة يستمتعون بقضاء أجمل الأوقات، خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة في مدن بور سودان وسواكن، تصبح أركويت أفضل الخيارات. إذا زرت أركويت ولم تزر جبل الست فإن زيارتك منقوصة، فالمكان هنا ممتع للغاية، ومع أن أغلب الحيوانات المتوحشة قد هجرته إلا أنه يظل من المعالم البارزة والمهمة بالمنطقة. أمسيات أركويت مسكونة بهدوء الجبال والوديان، وصاخبة برواد البيبوب الرقصة المحببة إلى النفس، يحتفل بها الشباب
عند قدوم المساء وساعات الفرح، وهم فتية من المروءة والإقدام والكرم بمكانه.